لان احنا لو مرت كمان 30 40 سنه من دلوقتي، من طيب الصعب جدا ان احنا كنا نحصل بعد 40 سنه من النهارده على المواد دي. أكيد يا دكتور. يعني كلمنا بقى عن الكتاب بالتفصيل، الكتاب فيه كام فصل، الكتاب محتويات كل فصل مقسم إيه؟ لعدة فصول، لكن هو بيتتبع منهجية بتقوم على دراسة حياة مصطفى وعلي أمين في بيت سعد زغلول، ثم انتقالهم إلى دمياط كعقاب ليهم، لأن أبوهم ووالدهم كان بيعمل محامي في دمياط والمنصورة، فانتقلوا إلى دمياط عشان ما يشتغلوش في الصحافة والمجلات ويبتدوا يشغلوا نفسهم. في الفترة دي اتعرفوا في دمياط على جلال الحمامس الصحفي المشهور، كان زميلهم في الفصل، وبعد كده اشتغل معاهم في الأخبار، ولكن برغم ذلك اشتغلوا برضه في إصدار المجلات، وكان لهم خال مهندس راجع من ألمانيا كان بيساعدهم في العم مهندس راجع من ألمانيا كان بيساعدهم في القصة دي. ثم بيتتبع المسألة اللي عمل علي ومصطفى أمين في الدراسة. علي توجه للدراسة في إنجلترا فدرس الميكانيكا واشتغل في إحدى الصحف، في مطبعة إحدى الصحف في لندن. مصطفى أمين فضل في الدراسة فاشل شوية عشان له توجهات وإصدار وقف عن الدراسة وطرد وفصله بتاع عشان المظاهرات والإضرابات. ثم سافر إلى أمريكا، والده كان بيعمل وزير مفاوض في سفارة مصر في واشنطن في الفترة دي، فدرس في جامعة جورج واشنطن في قسم العلوم السياسية، اللي هو بيعتبر من أبرز أقسام العلوم السياسية في العالم كله، اللي منه كونديليزا رايس وكسينجر وكل الناس دي، مادلين أوربرايت برضو أستاذة في نفس القسم في جامعة جورج واشنطن. فبالتالي مصطفى أميد مش خريج مكان مش قليل يعني. رجع إلى مصر وعمل في عدة أماكن، فبنتتبع الكلام ده لغاية إصدار صحيفة أخبار اليوم بتمويل من والدتهم رتيبة زغلول وأم كلثوم اللي تبرعت اللي ادتهم قرض 18,000 جنيه، وعبد الحميد شومان اللي سندتهم لفترة من الزمن. ثم تطور مؤسسة أخبار اليوم وتأميمها ورئاسة عدة أشخاص للمؤسسة زي خالد محي الدين وأنور السادات. ثم بعد ذلك تتابعت المؤسسة إلى أن نصل إلى المرحلة الحالية بإصداراتها المختلفة زي كتاب اليوم وأخبار الأدب وصدور جريدة الأخبار اليومية بعد الأخبار اليوم، ثم شرائهم آخر ساعة وضمهم من التبع وضمها للمؤسسة. فأخبار اليوم يمكن بتختزل حقبة مهمة في تاريخ مصر، هي الفترة من الأربعينات إلى الآن، وعبر هذه الفترة احتجد أن في مدرسة صحفية لها طابع مصري، اللي هي اعتمدت على تكثيف الأخبار في الصفحة الأولى بصورة أساسية، على استكتاب كبار الكتاب. يمكن كان عندهم أم كلثوم كتبت مقالة في أخبار اليوم، توفيق الحكيم كان بيكتب في أخبار اليوم وعنده كان مقالة لطيفة جدا عن الحمار بيشتكي توفيق الحكيم، توفيق الحكيم بيشتكي حماره، وجات من هنا فكرة حمار توفيق الحكيم يعني. جورج برنارد شو كتب مقالة في الأخبار وكانت انفردت بها الأخبار. عندنا أحمد الصاوي كتب مقالة ودل، عندنا جلال الدين الحمامصي. فأنت بتكلمي عن جزء أساسي من الفكر المصري والصحافة المصرية والشعب المصري ورصد تطور حياته عبر السنوات، ودي مسألة مش قليلة ومحتاجة صفحات وصفحات عشان نقدر نأرخ للمؤسسة طبعا. دي بصورة أساسية. دكتور طبعا. بعد إذن سيادتك، يعني أوكي، اللي هو كتاب خاص بأخبار اليوم فهمناه وفاهمين انه كل ما يتعلق باخبار اليوم من في تاريخ. خلينا نخش اكتر على مشروع ذاكره مصر المعاصر. معلش احنا خلاص تقريبا بنقفل، انا عايز ارجع تاني للمشكله اللي حضرتك اثرتها في الاول، هي مشكله القانون ومشكله الاثار، لان دي احنا الهدف بتاعنا هو ان احنا نحافظ على تاريخنا، ان احنا نحافظ على ونبين للدول كلها قد ايه احنا انسان الناس متحضرين. فلو احنا هنفضل مخبيين الحاجة وبنعمل نوع من التورية، ده مش في صالح مصر. مش في صالح مصر، بس احنا لازم كمان نعيد هيكلة قانون الآثار القديم، لأن في خطأ حاصل أساسي واستراتيجي. ان انا بعامل أهرامات مصر زي ما بعامل ورقة وثيقة أو عملة ظهرت في أوائل القرن العشرين. المعاملة هنا قاسية. نعم. بمعنى؟ يعني سريعا بعد إذنك، لأن فقرتي للأسف خلصت. سريع قول لي. الأهرامات ملك المصريين. عظيم. لكن لو في عملة مملوك بتملكها أسرة، عملة نادرة بتملكها أسرة، وجي أول جنيه مصري بتملكه أسرة مصرية، ده مش ملك حد، ده ملك الشخص اللي بيعمل معاه العملة.
فالمعاملة ان انت عايز تعمل دي زي دي محتاجة معادة مناقشة عند الشعب المصري. طب ما تفضل ملكيته للأسرة بس يتم الاطلاع عليه في اي وقت من بس قبل. ده اللي احنا بنقوله يعني الموضوع ده مش موجود في القانون بتاعنا. لا مش موجود في القانون بتاعنا. مين المسؤول ان هو يغير لنا القانون ده؟ المفروض مجلس الشعب الجاي. نتمنى 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 مجلس الشعب الجاي ما يقولناش ارموا الحاجات دي كلها زي ما في ناس بتقول ان الاثار حرام. لا طبعا نتمنى. لا لا ما حصلش حتى ان الصحابة لما دخلوا الصعيد ووجدوا الاهرامات ووجدوا المعابد ووجدوا مش عارف ايه ما حصلش ان حد من الصحابة الرسول اللي شاركوا في فتح مصر نعم هدم اثر في مصر. عظيم. دكتور خالد عزب بالعكس كان بيعتبروا الاثار مزارات على فكرة. تمام. الدكتور خالد عزب المشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة وكتاب موسوعة لأخبار اليوم مدرسة صحفية مصرية. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم ونورتنا. الله يشكر حضرتك. ميرسي. تسلمي. مشاهدينا استنونا لسه معانا فقرة خاصة جدا عن البورصة المصرية وأخبار البورصة بس بعد الفاصل.